طبعا عندي عنوان اساسي يقول لك بالعنوان العريض مع نهايه الفصل الثاني جزيره فورتنايت تنقلب على راسها. ايوه اوبا. ايوه طيب عشان تفهموا معايا اكثر ونركز كذا مع بعض، اول حاجه يا جماعه عندنا اليوم فقره التكنولوجيا، فقره التكنولوجيا اليوم لمحبين لعبه فورتنايت. طبعا هي تعتبر من اشهر الالعاب حاليا، وزي ما كثير يعرفون أن جزيرة فورتنايت تعتمد على نظام يسمى بنظام المواسم. نظام المواسم أو الفصول ممكن نقول حتى، عشان تبقى هذا النظام تسووه عشان تبقى اللعبة دائما حية ومتجددة والناس ما تطفش منها. طيب وآخر حاجة صارت اللي هي أحداث الفصل الثاني، أحداث الفصل الثاني من اللعبة واللي صار فيها حرب الفضائيين مع ملكة المكعبات. إيه الحماس ده؟ كمل كمل كمل، إحنا معاك يلا. طيب يا نادر عشان اشرح لك الحماس هذا واوضح لك اكثر، فورتنايت طبعا يا جماعه تنهي كل موسم بحدث كبير، هذا الحدث اللي بتنهي فيه بتبدا فيه او بتلمح فيه لاحداث الموسم الجديد اللي هو دحين احنا مثلا خلصنا الموسم الثاني، الاشياء اللي صارت فيه بتلمح لاحداث الموسم الثالث. أوكي. وهذه النهايات طبعا دائما بتخلينا نحس انه اللعبه كانها خلينا نقول مثلا ممكن نقول فيلم، ممكن نقول كأنها كانوا سيريز تقريبا زي كذا. فخلوني أعطيكم أمثلة مثلا من اللي صارت في الفصل الثاني، هنا أنا كاتبها في أشياء صارت في بداية الفصل. طلع مكعب أزرق، المكعب الأزرق هذا الكبير في نص جزيرة فورتنايت. أوكي. هذه من أوائل الأشياء اللي بدأت تلمح على نهاية الفصل الثاني. وبعد كذا طلعت ملكة اسمها ملكة المكعبات. تمام. طبعاً بدأت أحداث الموسم الحقيقية مع أول ما بدأ يقترب العدد التنازلي لنهاية الموسم اللي هو كان 10 دقائق، آخر 10 دقائق. أوكي. بدأت فيها طبعاً هنا بدأت ملكة المكعبات تضحك بشكل شرير، وبعد كذا طلعت مجموعات الزومبي، وهذا المجموعات الزومبي هي اللي بدأت تهاجم اللاعبين والمكعب الأزرق. كفي 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 كفي. طيب ناخذ نفس. على فكرة بس بقول لكم إن فورتنايت طبعاً أعطت كل اللاعبين الموجودين أسلحة إضافية فوق الأسلحة اللي هي عندهم عشان يوقفوا الزومبي هذول ويقدروا هم يحاربوهم. بس لما وصلت ساعة العد التنازلي وصلت إلى الصفر، بدأت طبعاً هنا ملكة المكعبات تطلق زي الشعاع نحو السماء، بدأت تطلقه نحو السماء، وهنا بدأ يطلع لنا شيء مفاجئ، حاجة جديدة اللي هي يا جماعة طلعت لنا الصحون الطائرة الكبيرة. الصحون الطائرة الكبيرة هذه فجأة طلعت بعد ما ملكة المكعبات رسلت الشعاع الأزرق، وهنا طبعاً بدأت الحرب مع الوحوش، والوحوش دي طبعاً حاولت إن هي توصل للمكعب الأزرق صح؟ الله عليك يا نادر. أيوه. أنا أقول لك اللي صار مو بس وصلت لها، لا هي فجرت المكعب الأزرق بالكامل. أوكي. بعد يس. بعد كذا اللعبة صارت تعرض زي المشاهد السينمائية تحت الجزيرة، تحت الجزيرة. طيب وكان في العميل جونز، العميل جونز كان موجود في معمل الطبيب الشرير. الناس تسأل ليش بيسوي هناك، بيحاول، وكان الطبيب الشرير في المعمل حقه كان هو أصلا إيش بيسوي؟ بيحاول إنه يقتل هذا العميل جونز. فهنا عشان لا يقتله طلعت شخصية جديدة، وهذه الشخصية لابسة قناع The Foundation. قناع The Foundation بعد كذا تجرت مشاهد بيانت لنا مين الشخصية هذه اللي تحت القناع، وطلع معانا انه الشخصية هذه كانت دواين جونسون اللي تحت القناع. ايه. وبعد كذا طلعت شخصيات. ها؟ شو كان دورة هالشخصيات؟ ايوه هذه طبعا عشان لا الدكتور الشرير يقتل العميل جونز. فهذه الشخصية طلعت عشان تحمي هذا، تحمي العميل جونز. بعد كذا طلعت شخصيات ثانيه كلهم كانوا لابسين اقنعه قريبه من قناع ذا فاونديشن. طيب وبعدين هنا اكمل لكم انه هذه الشخصيات كانت تطلب من اللاعبين، كانت تطلب اشياء من اللاعبين، الاشياء هذه بتقول لهم انه تعالوا الحقونا، احنا حنخليكم تعيشوا عشان لا تموتوا، لانه خلاص في نهايه الموسم الجزيرة بدأت إيش يصير فيها؟ الجزيرة بدأت تغرق، بدأت تنقلب، عشان كذا بنقول إنه إحنا تنقلب على رأسها. مسلسل الجزيرة هذه. أنا حاسس إنه بس. أيوه. مسلسل. كفي كفي. أيوه.
فخلاص هنا اخر حاجه تنقلب الجزيره. فجاه نكتشف انه احنا لا لسه احياء. احنا لانه اللعيبه يفكروا ان هم خلاص ماتوا وعادوا للصفر، لا اللي صار انه تطلع الشخصيه لكل لاعب وتطمنوا انه انت تراك حي، انت موجود الان موجود جوه الجزيره من او اسفل الجزيره، يسموها اسفل الجزيره. هنا تبدا ايش تشوف انت نفسك كانك في المحيط، طيب، وبتشوف الجزيره وهي تنقلب. وهنا طبعا احنا بنشوف هزيمه ملكه المكعبات والفضائيين وكلهم على بعضهم يروح. اوكي حلو، مبروك خلصت اللعبه. ايه ايه ده خلصت كده لانا كده ينتهي الفصل الثاني، يبدا الفصل الثالث اللي حيكون فيه جزيره جديده، وحيكون طبعا فيه ظهور مفاجئ لسبايدر مان.